العدادات انا يا شوية شوية الحكمة. هذا هذا ما تعرف سوقه. شوف شوف ها اوه يا سلام ايه عدل شوف 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 دور دور يمين دور 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 يسار دور 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 ايه لويا لويا لي لويا لويا لا لويا 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 لويا. هو الصراحة أنا عامل ستريك دايت بس هاي نقطة طافية. تعطيني لحسة؟ علي عدي شفتي فهمتيني غلط؟ شو؟ هو العملية التجميل أنا مسوي رح أسوي عملية تجميل حق هاشمي بس. ودي دي ما ابغى شيء بدك الحياه مريه ما تستعين على وجهك ما تستعين ما انا عشان اصير سيده انيقه وجهك. طبعا معي مزه اليوم في جده جده غير حذروا مين اسفرت وانورت من يومي شعشع هلالك فز قلبي لفزك يا ضو. ايش سالف معه يا اخوي؟ ما سكر منه يا حلاك اذبح بالسكينه يا ولد هذا هو الحيوانات ترى فرج عندنا بالله منى الجميله كلها. شنو اكثر انتقاد يقولوا لك عنه حليمه؟ عن جسمي الطحوني تأكدي منى عشان تأكدي لا والله لهم. العظيم قسم بالله جسمها طبيعي. أنا جاية أخذ شيء حق شيء. شنو هالشيء حق شيء بعد شوية أقول لكم شنو. أحد فيكم شايف شيء سامع شيء يعني كلش ماكو شيء؟ أدوب 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 أسكر وأشرب حبوب أسكر وأشرب حبوب أنا وياك أنا وياك يا بشر يا بشر اسمع اسمع يا عمي عبدو أرجع لورا وأبرومها أبرومها أبرومها سكر تقيل عسل عمر راح حوالي هالعمر راح قضيته ومجراح حوالي هالعمر راح وهلا بالعيال وهلا بالعيال واليهري مرة قوة يسمر يبدو بدا وين يبدا الفرقة يا وين هو بدلالي شباب فيهم أمراض نفسية شافوها فرصة وطلعوا أمراضهم النفسية على هذه الحيوانات. الله ينعل أبو اللي جابك يا ابن الكلب يا واطي. صعب الدنيا محترقه وروح بهالقهر يا يوم مختنقه اصفق لك يا يمه واسمع الصفقه
ماكو دفايات تدفي. ها جو بروحه. يما منك يا كلبة يا حقيرة. شباب ما يصدقون خبر يشوفون بنية بروحها بالسيارة. شو بعلق شو بقول؟ وصلت أتوقع. السلام عليكم. اللي عنده اي بنت يعطينا حسابه. هيب راب هاب وي لاف هيب راب هاب هيب راب هاب ياي 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 هاب. ضحكتيني. انت بتحبي ابن عمك هو مطقع لك؟ طيب اسمع انت كمان طقعي له بكره هو بصير يحبك. لا تعطي كتير. وإذا يعني شفتوا لي صورة بشورت وبتيشيرت ترى متصورتها في بيتي. يعني إيش الكلام هذا؟ يعني أنا ماني زي غيري أصور وحط في الانستغرام. مطبق هذه مطبق طريقة. هنا المرور هنا نرد إلى العريف. الله يا رب. هدف هذا قبول بعد الأكل. لا هذا دهان خارجي ما له علاقة بالأكل. يعني أكل وأحطه ولا أحطه بعدين أكل؟ وما عليكم من الناس اللي يكتبون كومنتات مو اوكي في الانستغرام. خير خير ان شاء الله. هذا اللي يكتبوا لي كومنتات مو اوكي عقب يطرشوا لي دايركت مسج يكتبوا لي نحن اسفين والله وايد حبيناك ما تعرف علي. الله العظيم والله. زين كل شيء عني. خلاص صاير الهواء متعني. ليلى ادفع والله ما ادفع اي من الله خير. يا رجال قام يدفع وين ما تعشى الباب يا رجال شوف الباب من عند الله ما دل الله عاد يهرب من صوب مكار 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 لا 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 صح مره ولا
شنو يعني فقع؟ ما ادري احسها شنها سبة. ورفيجتي تضحك علي تقولي شو ما تعرفين شنو يعني فقع؟ فقع مش فقع فقع لنت خابر يا بعد عزبتي ابو هالشوء شو واحدة بعد من ربعة تاكل ورق عنب يصوروني وانا اسولف ياكم واحدة بواحدة شي يصير ليش ما يصير منين انه الحب لازم يصير قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ لا انا مع الحب بعد الزواج. يا سلام على التقوى. انا مع الحب بعد الزواج والعلاقة الطاهرة. قلبك عامر بي. طبعا حابة اسألكم سؤال كون انا في عمري ما حبيت وما مرت بتجربة حب. انتو ايش رأيكم بالحب؟ الحب مثل الدمر صغير دمر صغير ويقعد يربى. بسم الله الرحمن الرحيم. فيك الله لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا شفت بخصوص اللي يقولون بالدايركت ممكن رغمك واتسبك. نعم كجا مرحبا ثقلو بقرة من البكتيريا والفطريات والأمراض المعدية. يا الله ليش البنات لما واحدة طالعهم تبتسم يكشرون؟ مو الابتسامة صدقة؟ ليش يكشرون؟ والله يا جدعان حرام عليكم حرام عليكم بقى حرام عليكم لما طبعا يوم قالوا لي طارت الطيارة أنا قاعدة طالعهم كذي. هلون والله يا سلام فرحان قوي. في ناس تطلب مني معلومات فجبت معلومة ولا أروع مفيد للشعر للرموش لكل شيء. أنا معها. لا لازم تتجوزها الأول. أنا معها وجوزها. هذه آخرتها. الله يسلط عليك الله يسلط عليك مثل ما سلط علي. ولا للذيب تكفى يا ولد تكفى نخيتك طلبتك تكفى. بشرب لحدي همور النشردي العاداك ايش حدي قلاهي بعد وين هو انت اللي وش وش تعرف الفنشل ولا بتروح العقل.